الكرة يتابع ردود أفعال الجماهير بفوز العراقي على فيتنام في كأس آسيا. أفضل أجواء بالدوحة، يعني أنصح اللي ما أجى خلي يجي، لأن الأجواء جدا رائعة والتسهيلات والانسيابية بالحركة والتنقلات جدا رائعة. والله كلش حلوة والجو حلو والناس حلوين والعراقيين مسوين أجواء يعني تعبان من الهلال؟ عافية من التشجيع عافية. أبطال الخليج هسه راح نصير أبطال آسيا هم. رحنا للعراق زرنا وجينا على قطر جايين على المنتخب الوطني العراقي نآزره ونبقى وياه من ناخذ الكاس ونرجع للعراق وياه. جينا من السويدان وعائلتي من اجل دعم المنتخب العراقي. شكر الجزيل وارفع لهم القبعه لكل الجمهور العراقي الجمهور المشرف. اجواء تجنن وشكرا للدوحه، احنا مقيمين صار 22 سنه، شكرا لان جمعوا العراقيين، هذه اول مره اكبر عدد جمهور يجينا، كل فعاليات العراقيه نتمنى نجيب اهلنا واقاربنا. وان شاء الله الكاس بغدادي وجايبين ما نطلع من الدوحه لما نجي بغداد الكاس. اللعبه تخبوا والاجواء تخبوا والجمهور يخبوا. الله يبارك فيك، انا سوري والله، بس والله احب العراق وجيت شجعت العراق وان شاء الله الف مبروك يا رب. ايش في قلبي؟ جنن. ان شاء الله دوم فيكم فرحين.